نطمن على فرقتنا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واستعداداته لمباراه اليوم امام المصري بالسلوم في دور 32 من بطوله كاس مصر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل التحرك لهذه المباراه او لخوض هذه المباراه. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه وكل التحيه والشكر ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على الفرقه واخر الكواليس قبل مباراه اليوم. يعني نقدر نقول زميلي العزيز امير خلاص بقى هنعود من جديد لمتابعه فريق النادي الاهلي في بطوله كاس مصر النسخه الجديده، ويمكن هنقول النسخه الجديده والنسخه القديمه لان يمكن احنا في لغط كبير جدا يعني بجانب طبعا كل الامور الحقيقه خلال الايام الماضيه. الامور صعبه جدا الحقيقه في كره القدم في مصر، لكن يعني النادي الاهلي وقدره الكبير وقيمته الكبيره لابد يكون النادي الاهلي هو في المقدمه، ولابد يكون النادي الاهلي صاحب الكلمه. والحقيقه يمكن كل الشكر والتقدير الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب على اختيار التوقيت وعلى الكلمات وعلى الصيغه المميزه جدا اللي الحقيقه كان مردودها كبير جدا في المؤتمر الصحفي الاخير الحقيقه اللي كان كل بيتابعه، اهتمام كان كبير جدا في هذا الامر. هو ده قدر النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في مجلس الاداره في المرحله القادمه. النادي الاهلي بيطلب بحقه فقط لا غير. حابب اتكلم معاك طبعا في البدايه عن هذه النقطه، لكن كالعاده طبعا يا امير نطمن كل جمهورنا ونركز طبعا في مباراتنا النهارده ودور ال 32 من بطوله كاس مصر، مباراه اليوم الاهلي والمصري بالسلوم. يعني مباراه الكاس بيكون فيها مفاجأة وده اللي احنا عارفينه، لكن ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في المجموعه اللي متواجده. عندنا الغيابات كثيره جدا، لاعبين دوليين طبعا الكل طبعا الاجنده الدوليه، عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي بيغيب، لكن ان شاء الله باذن الله الاختيارات النهارده تكون موفقه للجهاز الفني لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الطرف الثاني ايضا كمان فريق المصري بالسلوم في حوافز كبيره جدا وعندهم رغبه كبيره وعندهم امل كبير ان هو يكونوا في ند مع النادي الاهلي بالنسبه طبعا للمكافئات. كل الامور دي امور مشروعه طبعا في كره القدم، لكن ان شاء الله باذن الله تكون خطوه مهمه جدا النهارده في بطوله كأس مصر. كورة وأداء ونتيجة إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي كالعادة أمير. طبعا في فندق الإقامة كل الأجواء الخاصة بفريق النادي الأهلي، الأمور الاعتادية الخاصة طبعا بيوم المباراة. يمكن أقدر أقول لك في هذه اللحظات هي محاضرة فنية أخيرة لفريق النادي الأهلي في فندق الإقامة. التحضير كان جيد جدا خلال الأيام الماضية، شفنا المباراة الودية طبعا اللي استعد بها النادي الأهلي في فترة التوقف وتحديدا كمان لهذه المباراة بعيدا عن النتيجة، لكن كان فيها استفادات كثيرة جدا فنية لكل اللاعبين. اطمنا على بعض اللاعبين الحالة البدنية، فإن شاء الله النهارده يكون مردودها قوي في هذه المباراه. مباراه فيها حماس كبير، يمكن الكابتن سامي قمصان والجهاز الفني بياكد على عدم الاستهتار بفريق المصري بالسلوم، فريق مغمور طبعا من الدرجه الثانيه، لكن عندهم الامل موجود وعندهم الرغبه موجوده. فيمكن مباراه الكاس محتاجه بذل مجهود اكبر من بطوله الدوري العام، لان انت عارف يا امير مباراه النوك اوت بيكون فيها خطوره كبيره جدا، فلابد يكون في تركيز من اول دقيقه. فان شاء الله باذن الله تكون الامور كلها طيبه لفريق النادي الاهلي. اطمنك سريعا واطمن جمهورنا طبعا على العدد من اللاعبين اللي بنامل ان شاء الله النهارده مع خط سير المباراه ومع ظروف المباراه يكون ليهم دور النهارده. اولهم طبعا بدر بنون، من خمس شهور ما شفناش بدر بنون طبعا في قائمه مباراه رسميه، النهارده ان شاء الله يكون متواجد وياخد جزء ان شاء الله في هذه المباراه. اخر مباراه كانت لبدر امير كانت مباراه فيوتشر، فان شاء الله باذن الله نقول عوده جديده وعوده حميده ان شاء الله لبدر بنون. طاهر محمد طاهر يمكن غاب المباراه الوديه الاخيره، لكن بناكد كان مميز جدا فيها التدريبات الماضيه. ايضا كمان محمود متولي كان غايب عن مباراه الدفاع الجوي المباراه الوديه، متواجد فيها القائمه. كل الامور دي يمكن بنتمناها ان شاء الله يكون الاختيار بس طيب جدا للجهاز الفني على العناصر اللي متواجده معانا، لكن بجانب الامور الخاصه طبعا الامور الفنيه الامور الاداريه على اعلى مستوى كالعاده. كل لعيبه مركزه بشكل كبير جدا، الكل عارف اهميه المباراه، وتكون انطلاقه قويه جدا يا امير ان شاء الله في بطوله كاس مصر، ويا رب ان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. كريم عايز اسالك على اصابه علي لطفي ووليد سليمان، التطور بالنسبه لهم ايه في حالتهم؟ وطبعا هم مش موجودين في المعسكر، لكن عايز اطمن يعني يقدروا يرجعوا يشاركوا في التدريبات امتى، ولو في غيابات ثانيه اكيد. يعني اقدر اقول لك طبعا علي لطفي طبعا في البدايه، يعني علي لطفي كان الحقيقه امير كان في كدمه في مباراه الدفاع الجوي، يمكن كان ليه حديث مع علي لطفي، يعني اللي انت عارف التضحيات مهمه جدا، ويمكن علي لطفي من اللعيبه اللي رجاله شارك فيها المباراه، لكن كان ركله الجزاء اللي حسبت كان في احتكاك معاه في ايده، يمكن كدمه كانت قويه، لكن ان شاء الله باذن الله مع بعد يعني غد او بعد غد ان شاء الله يكون مشارك في التدريبات الجماعيه. وليد سليمان الحقيقه يمكن كدمه كانت قويه في الركبه التاني، انت عارف الطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بيحاول يكون في تأني كبير جدا مع كل اللعيبه.
وليد سليماني يمكن شعر بألم طبعا في الركبه، فكان القرار ان هو ما يكونش متواجد في القائمه، بجانب طبعا اكرم توفيق اللي مستمر طبعا في التأهيل، سافر لقطر يكمل البرنامج التأهيلي، وعمار حمدي ايضا كمان مستمر في التأهيل. لكن نقدر نقول يمكن وليد سليمان وعلي لطفي هم الغيابات الواضحه، طبعا بجانب طبعا كل اللاعبين الخاصه طبعا مشاركتهم مع منتخبنا الوطني والاجنده الدوليه الافريقيه. لكن ان شاء الله امير المتواجد النهارده مصطفى شوبير مستقبل النادي الاهلي باذن الله النهارده يكون موفق في حراسه المرمى، واحد من حراس المرمى المميزين جدا بنشوف في التدريبات، وبنشوف ايضا كمان ميشيل يانكون واشادته الكبيره جدا لمصطفى شوبير. يا رب ان شاء الله يكون دوره كبير جدا كعادته ان شاء الله في فوز النادي الاهلي، يحرس علينا النادي الاهلي. كلين شيت مهم جدا النهارده لمصطفى شوبير مع كل اللعيبه، يا رب الظروف كلها تكون معانا امير في مباراه اليوم. امين يا رب ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز المميز كريم احمد مراسل القناه.